السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف نشرح لكم سورة طه من الآية 116 إلى 124. طبعا كما تعودنا نقوم بحل أسئلة الكتاب. عندنا هنا الكلمة ومعناها. أول كلمة معناها تتعب، ثاني كلمة تبرز للشمس، عندنا هذه تبرز للشمس رقم 2، يفنى ويزول رقم 3، طبعا هذا رقم 1، وكذلك عوراتهما رقم 4، وجعل وقبل رقم 5، وكذلك عندنا هنا 6، وهنا 7، وأخيرا 8 اللي هي ضيقة. الآن ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى عندنا هنا أين نجد الآية في قصة آدم؟ تحمل الإنسان مسؤولية أخطائه وعدم إلقاء اللوم على الآخرين، طبعا اعتراف آدم وحواء بخطأهما. اعتراف آدم وحواء بالخطأ. كذلك عندنا هنا الحذر والتنبيه مما يريد الأضرار بك متقمصا. وأيضا هنا في هذه هنا نكتب أوقع إبليس آدم وحواء في وسوسته. أوقع إبليس آدم وحواء، هنا نكتب الحذر والتنبيه، الحذر والتنبيه. كذلك عندنا هنا عدم اقتراب الإنسان، عدم اقتراب الإنسان طبعا من المعصية، وهنا أخيرا لما أكلا من الشجرة انكشفت عوراتهما. الآن ننتقل إلى هنا، طبعا اتباع أوامر الله تعالى نتيجة السعادة وحياة طيبة. عندنا هنا الأعراض عن أوامر الله نتيجة الشقاء والقلق والخوف وغيرها من السلبيات. الآن ننتقل إلى أقيم تعليمي. عندنا هنا أقيم تعليمي ألا تجوع اللي هي الطعام، وهنا لا تضمأ الشراب، وكذلك هنا اللباس، وهنا المسكن. امتناع إبليس عن السجود لآدم، طبعا هنا نكتب بسبب تكبره وغروره، تكبره وغروره، وهنا ملازمة القرآن الكريم. هذا هو ملخص الدرس. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف السابع لتعم الفائدة.